ناخذ اتصالات الاخوه والاخوات، وناخذ الاخ محمد من الدمام. تفضل يا محمد. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير يا شيخ. حياك السلام. عندي سؤال، عندي سؤال يا بعضك العافيه. السؤال الاول، انا يا شيخ عندي انا مشكله في الصلاه. لما يعني اقوم الصباح يكون عندي شغل، اجي كده على الساعه 10 الصباح انام، يفوتني صلاه الظهر والعصر، اقوم على المغرب. فهل يعني فارجي اصلي العصر والمغرب، اترك الظهر، هل يجوز اني اترك الظهر فضلا، او اذا راحت علي صلاه هل يجوز اني اتركها ولا يجب علي اني اصليها؟ تفضل يا شيخ. اما بالنسبه للسؤال الاول يا اخي، فلا يجوز لك التفريط في الصلاه، تصلي كل صلاه في وقتها ومع الجماعه، ولا يجوز لك أن تفرط فيها وأن تؤخرها عن وقتها، ولا يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة، أنت مسلم، والله جل وعلا قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقال جل وعلا حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا دين لمن لا يصلي. فعليك أن تصلي الصلاة في وقتها ومع الجماعة، وعود نفسك على هذا، وتحمل التعب والمشقة في أول الأمر، ثم يسهل عليك بعد ذلك، ولا تعطي لنفسك هواها وتتساهل في الصلاة فتكون من المضيعين للصلاة. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني والغي هو العذاب، العذاب الأليم، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يضيعونها عن وقتها ويصلونها في غير وقتها. وسماهم مصلين، لكنهم لما كانوا يصلونها في غير وقتها فإن الله توعدهم بالويل، وهو العذاب الأليم. فعليك بالتوبة إلى الله، وإذا نمت عن الصلاة فلا هي تسقط عنك، يجب عليك أن تصليها متى ما ذكرتها أو استيقظت. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فاهتم بصلاتك، وعود نفسك على الصلاة في وقتها ومع الجماعة، والله جل وعلا يعينك، ولكن لا تعطي نفسك هواها أو تتساهل في هذا الأمر وتفرط في صلاتك. ماذا يبقى عندك من دينك؟ لا يبقى بعد الصلاة شيء من الدين. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. فحافظ على صلاتك ولا تضيعها، أنت مسلم، أنت واجب عليك فرض الصلاة في وقتها، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلا تهاون بها وتحتج بأن عليك نوم أو يجيك نوم. كل الناس يجيهم نوم، ولكنهم يصلون وينامون بعد الصلاة، والحمد لله.